بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي الطلاب من جديد في درس من دروس الأحياء المصورة للصف 11 علمي، وسنتناول اليوم الجزء السادس من البناء الضوئي، وسيكون درسنا بعنوان دورة كالفن. يرجى منك عزيزي الطالب المتابعة من خلال الصفحات 22 و23 من الكتاب المدرسي. أهداف الدرس: يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تعدد خطوات دورة كالفن، تفاعلات غير المعتمدة على الضوء، أن تشرح خطوات التفاعلات غير المعتمدة على الضوء، المصطلحات العلمية. دورة كالفن: كالفن سايكل، ريبولوز ثنائي الفوسفات، ريبولوز باي فوسفيت. تعلمت عزيزي الطالب في الدرس السابق أن عملية البناء الضوئي تتضمن مرحلتين، هما التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللاضوئية، حيث تحدث التفاعلات الضوئية في أغشية الثيلاكويدات، حيث توجد معقدات النظام الضوئي المسؤولة عن امتصاص الطاقة الضوئية، وتقسم التفاعلات المعتمدة على الضوء التفاعلات الضوئية إلى فسفرة التدفق الحلقي وفسفرة التدفق اللاحلقي. كما تعلمت أيضاً أن النظام الضوئي الأول هو المسؤول عن فسفرة التدفق الحلقي لإنتاج ATP، بينما يشارك النظامان PS1 وPS2 في فسفرة التدفق اللاحلقي لإنتاج ATP وNADPH. يمثل المخطط التالي توضيحاً مبسطاً لمراحل عملية البناء الضوئي، حيث تقسم إلى مرحلتين، هما التفاعلات الضوئية المعتمدة على الضوء والتفاعلات اللاضوئية غير المعتمدة على الضوء، حيث تتضمن التفاعلات المعتمدة على الضوء فسفرة التدفق الحلقي وفسفرة التدفق اللاحلقي، بينما تعرف التفاعلات غير المعتمدة على الضوء بدورة كالفن. دورة كالفن: تحدث التفاعلات اللاضوئية دورة كالفن في ستروما البلاستيدات الخضراء، سميت بالتفاعلات اللاضوئية لعدم حاجتها للضوء كمصدر للطاقة، فهي تستخدم ATP الناتج من التفاعلات الضوئية كمصدر للطاقة. تستخدم دورة كالفن ATP لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى جليسرالدهايد أحادي الفوسفات BGAL، الذي يستخدم لبناء الجلوكوز اللازم لتنفس النبات، كما يعد الجلوكوز الوحدة الأساسية في بناء الكربوهيدرات المعقدة كالنشا والسيلولوز. خطوات دورة كالفن: تقسم دورة كالفن إلى 3 خطوات، هي تثبيت الكربون، الاختزال، والتجديد. والآن عزيزي الطالب، قم بحل السؤال 27 في الصفحة 35 من الكتاب المدرسي. أي من أحداث البناء الضوئي يتم في كل جزء من أجزاء البلاستيدة الخضراء الآتية: الستروما، غشاء الثيلاكويد، تجويف الثيلاكويد؟ أحسنت، فالستروما هي موقع للتفاعلات اللاضوئية دورة كالفن، حيث يتم تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى جليسرالدهايد أحادي الفوسفات PGAL، الذي يستخدم في بناء الجلوكوز. أما غشاء الثيلاكويد فهو موقع للتفاعلات الضوئية، حيث يتم تفكيك جزيئات الماء لإنتاج الأكسجين.
يتراكم في تجويف الثايلاكويد أيونات الهيدروجين التي تحفز بناء ATP. خطوات دورة كالفن. سنبدأ الآن بدراسة خطوات دورة كالفن بالتفصيل. أولاً، تثبيت الكربون، حيث يحفز إنزيم روبسكو التفاعل بين رايبولوز ثنائي الفوسفات RUBP مع CO2 لإنتاج مركب سداسي الكربون، ولكن هذا المركب غير مستقر سرعان ما ينشطر لتكوين حمض الجليسرين المفسفر PGA. لنتأكد من فهمنا لمرحلة تثبيت الكربون، سنحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية. السؤال الخامس في الصفحة 27 في الكتاب المدرسي: ما هو روبسكو؟ وما وظيفته في عملية البناء الضوئي؟ أحسنت، هو إنزيم يعمل على تحفيز التفاعل بين رايبولوز ثنائي الفوسفات وثاني أكسيد الكربون لتكوين مركب وسيط حمض الجليسرين المفسفر PGA. السؤال الثاني عشر في الصفحة 33: تثبيت الكربون هو A. تحويل CO2 إلى مركب عضوي، B. استخدام إنزيم روبسكو لتكوين PGA، C. إنتاج مركبات كربوهيدراتية من PGAL، D. استخدام ATP وناد BH لاختزال CO2. الإجابة الصحيحة هي B. استخدام إنزيم روبسكو لتكوين PGA. الخطوة الثانية من دورة كالفن: الاختزال، حيث يوفر ATP الطاقة والفوسفات لتكوين PGAL، كما يوفر ناد BH أيونات الهيدروجين والإلكترونات، فيتم اختزال PGA إلى PGAL جليسر ألدهايد أحادي الفوسفات. في نهاية مرحلة الاختزال تخرج بعض جزيئات PGAL لتكوين سكر الجلوكوز، بينما تكمل باقي الجزيئات لمرحلة التجديد. وأخيراً التجديد، حيث يتم استخدام ATP لتحويل المتبقي من PGAL إلى رايبولوز ثنائي الفوسفات اللازم لبدء دورة كالفن من جديد. خطوات دورة كالفن لإنتاج جزيء واحد من الجلوكوز: في كل دورة واحدة من كالفن يتم تثبيت 3 جزيئات من ثاني أكسيد الكربون، وبما أن إنتاج جزيء واحد من الجلوكوز يتطلب تثبيت 6 جزيئات من CO2، فإن دورة كالفن ستدور مرتين لإكمال إنتاج جزيء الجلوكوز. يتضمن الشكل التالي ملخص دورتي كالفن لإنتاج جزيء الجلوكوز: يحفز إنزيم روبسكو تفاعل 6 جزيئات من رايبولوز ثنائي الفوسفات ل6 جزيئات من CO2 لإنتاج 6 مركبات تنشطر لتكوين 12 جزيئاً من PGA حمض الجليسرين المفسفر. يتم اختزال مركبات PGA من خلال استهلاك 12 جزيئاً من الATP و12 جزيئاً من ناد BH لإنتاج 12 جزيئاً من جليسر ألدهايد أحادي الفوسفات PGAL. في نهاية مرحلة الاختزال يخرج من الدورة 2 PGAL لتتحول إلى جلوكوز. تدخل 10 جزيئات المتبقية مرحلة التجديد، وتستخدم خلالها 6 جزيئات من ATP لتتحول إلى 6 مركبات من رايبولوز ثنائي الفوسفات لبدء الدورة من جديد. من خلال النظر لدورة كالفن يعتقد أنها تعمل بنفس طريقة دورة كريبس التي درستها سابقا في التنفس الخلوي، ولكن بعد دراستها ستعرف أنها مسار بنائي
لإنتاج مركبات الكربون، بينما دورة كريبس هي مسار هدمي تحلل فيه المركبات. من خلال دراستك لدورة كالفن، احسب عدد الجزيئات المستهلكة لإنتاج جزيء واحد من الجلوكوز. لنحسب معا، تستهلك دورة كالفن 6 جزيئات من ثاني أكسيد الكربون، كما تستهلك 18 جزيئا من ATP و 12 جزيئا من NADPH. عزيزي الطالب، قيم فهمك للدرس من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: أين تحدث التفاعلات غير المعتمدة على الضوء دورة كالفن؟ أحسنت، تحدث في ستروما البلاستيدات الخضراء. السؤال الثاني: ما مصدر الطاقة المستخدمة في التفاعلات غير المعتمدة على الضوء؟ تستخدم دورة كالفن ATP الذي أنتج في التفاعلات الضوئية كمصدر للطاقة. السؤال الثالث: ما اسم المركب الذي تبدأ به دورة كالفن؟ أحسنت، رايبولوز ثنائي الفوسفات RUPP. السؤال الرابع: وضح أهمية المركب جليسر ألدهايد أحادي الفوسفات PGAL في دورة كالفن. أحسنت، يخرج بعض PGAL من دورة كالفن لإنتاج الجلوكوز الذي يعد الوحدة الأساسية في بناء الكربوهيدرات المعقدة، كما يتحول ما تبقى من PGAL إلى رايبولوز ثنائي الفوسفات لإعادة دورة كالفن مرة أخرى. الغلق الختامي: أجب عن السؤالين الثاني والرابع في الصفحة 31 في الكتاب المدرسي. مركبات الكربون التي تستخدمها النباتات لتخزين الطاقة الطويل الأمد هي A CO2 B PGA C PGAL D النشا. أحسن، الإجابة الصحيحة هي النشا. السؤال الرابع: نواتج التفاعلات اللاضوئية هي A ثاني أكسيد الكربون والجلوكوز، B NADP+ و PGAL، C ATP و PGAL، D ضوء الشمس. أحسنت، الإجابة الصحيحة هي B، حيث يتأكسد NADPH ليتحول إلى NADP+ وينتج PGAL. لننتقل إلى السؤالين 15 و16 في الصفحة 33 في الكتاب المدرسي. أي المواد الآتية لا تنتج من التفاعلات اللاضوئية؟ الماء ADP PGAL NADP+. أحسنت، الإجابة الصحيحة هي A، لا يعد الماء من نواتج التفاعلات اللاضوئية. السؤال 16: أي المواد الآتية تحفز تثبيت الكربون في دورة كالفن؟ RUPP NADP+ NADPH روبسكو. الإجابة الصحيحة هي D، حيث يحفز إنزيم روبسكو ارتباط الرايبولوز ثنائي الفوسفات بثاني أكسيد الكربون لإنتاج PGA. ملخص الدرس: تحدث التفاعلات اللاضوئية في ستروما البلاستيدات الخضراء، حيث تستخدم الطاقة الناتجة من مرحلة التفاعلات الضوئية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى جليسر ألدهايد أحادي الفوسفات الذي يستخدم لبناء الجلوكوز لتنفس النبات. خطوات دورة كالفن: أولاً، تثبيت الكربون. يحفز إنزيم روبسكو التفاعل بين رايبولوز ثنائي الفوسفات وثاني أكسيد الكربون لتكوين مركب سداسي الكربون غير مستقر ينشطر لتكوين PGA. الاختزال:
يوفر ATP الطاقة ومجموعة فوسفات لتكوين PGAL، كما يوفر NADPH أيونات الهيدروجين والإلكترونات ليتم اختزال PGA إلى PGAL. في نهاية مرحلة الاختزال يخرج 2 PGAL من الدورة لتكوين سكر الجلوكوز. التجديد: استخدام ATP لتحويل PGAL المتبقية من مرحلة الاختزال إلى رايبولوز ثنائي الفوسفات RUPP اللازم لبدء الدورة من جديد. أعزائي الطلاب، وصلنا لنهاية الدرس. أشكركم على حسن استماعكم.